هذا الأسيست ستشاهده مرة أخرى، تمريرات أجمل من الأهداف صدمت الملايين في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. نشاهد الكثير من الأهداف الاستثنائية والرائعة في عالم كرة القدم، وهناك أهداف أجمل من بعضها البعض، ولكن ما يسبق الهدف التمريرة الساحرة التي تصل إلى اللاعب لتجعله بانفراد أو تجعله بفرصة سانحة للتسجيل. وفي هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض التمريرات الحاسمة التي صدمت الملايين في عالم كرة القدم. لنبدأ. تمريرة من لاعب ليفربول ليقوم زميله بالكعب بتحويلها إلى ساديو ماني الذي تقدم بهذا الانفراد ليودع الكرة في الشباك من زاوية ضيقة على يمين حارس المرمى. هل رأيتم التمريرة كم كانت رائعة؟ تمريرة استثنائية من لاعب تشيلسي إلى كاي هافرتز الذي كان مميزا بعمل هذا الكنترول وإيداع الكرة في الشباك. تابعوا دقة هذه التمريرة المميزة من لاعب تشيلسي. ما رأيكم بهذه التمريرة الرائعة من لاعب مانشستر سيتي إلى جابرييل خيسوس والذي أودع الكرة في الشباك من لمسة واحدة؟ قراءة رائعة للاعب وتمريرة مميزة. يتقدم محمد صلاح بهذه الكرة وهذه الانطلاقة ليضع ساديو ماني بعد ذلك بهذه التمريرة أمام الحارس ليودع الكرة في الشباك. أسيست ولا أروع من محمد صلاح. يتقدم هنا اللاعب سون ويرسل هذه التمريرة إلى هاري كين الذي أودع الكرة في الشباك على يسار حارس المرمى بهذا الشكل. كرة إبداعية حقا. لنستمتع بهذه التمريرة من هذا المدافع الذي وضع زميله بانفراد ليرفع الكرة من فوق حارس المرمى بهذا الشكل. يتقدم هذا اللاعب ولم يستطع أي مدافع أن يقوم بإيقافه، وقبل أن يسقط بقليل أرسل هذه التمريرة إلى زميله ليكمل الطريق ويضع الكرة في المرمى هدفا رائعا. تمريرة رائعة من هذا المدافع إلى زميله الذي استلم الكرة وأسقط المدافع، ثم أرسل الكرة إلى زميله الآخر داخل منطقة الجزاء، فقام الأخير بإيداعها هدفا. تمريرة إبداعية من مدافع ليفربول إلى زميله الذي تقدم، ومن هذا المكان سدد الكرة بكل قوة ليودعها هدفا في الشباك. مدافع ليفربول هنا يرسل هذه التمريرة إلى دياز الذي تقدم بهذا الشكل ورفع الكرة من فوق حارس المرمى ليسجل هذا الهدف الرائع. تصل الكرة إلى كريستيانو رونالدو ليقوم بمراوغة لاعب توتنهام ويتخطاه، ثم يعطي تمريرة إبداعية إلى كافاني والذي أودع الكرة في المرمى مباشرة. تابعوا لاعب ليفربول هنا وبعد أن وصلت إليه الكرة كيف قام بتمريرها مباشرة وبدون أن ينظر إلى محمد صلاح الذي أودع الكرة في الشباك. إنه أسيست رائع للغاية. لنتابع هذه التمريرة الإبداعية بوجه القدم إلى تشيمس ميلنر الذي أودع الكرة في الشباك. هدف رائع لصالح مانشستر سيتي. من وسط الملعب وبوجه القدم يرسل هذا اللاعب كرة إلى زميله، وبعد أن تخطى التسلل ليتقدم الأخير ويقوم باستلام الكرة ويودعها هدفا في الشباك بهذا الشكل المميز. تابعوا هذه التمريرة المميزة بين اللاعبين إلى لاعب واتفورد الذي دخل إلى منطقة الجزاء وبهذا الشكل أودع الكرة في المرمى. حسنا، تمريرة استثنائية حقا. لاعب مانشستر يونايتد يلحق على هذه الكرة ويقوم بتخطي خصمه، ثم يتقدم ويرسل هذه التمريرة إلى كريستيانو رونالدو الذي كان أمام الشباك فأودعها هدفا رائعا. لنستمتع معا بجمال هذا الهدف الرائع من لاعبي أرسنال، فمن قدم هذا المدافع إلى أسيست من منتصف الملعب بالكعب إلى هذا المهاجم الذي تقدم وأودع الكرة في المرمى. تابعوا شمال هذه الكرة التي أتت من منتصف الملعب بالكعب.
لنتابع هذه التمريرة التي وصلت إلى كريستيانو رونالدو ليقوم بإعطاء هذه الكرة بأسيست استثنائي لواين روني بالكعب، فتابعوا جمال وروعة هذه اللمسة من كريستيانو رونالدو. يتقدم لاعب أستون فيلا داخل منطقة الجزاء، ثم على طريقة رابونا يقوم بتمرير هذه الكرة إلى زميله على الجهة الأخرى الذي أودعها برأسية في الشباك. تمريرة رائعة بوجه القدم تصل إلى رحيم ستيرلينغ ليودع الكرة في المرمى. تابعوا جمال هذه التمريرة وكيف وصلت إلى رحيم. كرة رائعة تصل إلى داخل منطقة الجزاء من لاعب إس ميلان إلى أوليفا جيرو الذي أودعها مباشرة في الشباك. ركزوا على هذه التمريرة وجودتها وكيف وصلت بهذا الشكل إلى جيرو. لنستمتع بهذا الأسيست الخرافي من اللاعب ديونغ إلى اللاعب رافينيا، والذي أودع الكرة لوب من فوق حارس المرمى برأسية رائعة. تابعوا كيف وصلت هذه الكرة إلى لاعب بايرن ميونخ ليقوم بهذه اللمسة برفعها في الهواء إلى زميله الذي تقدم ومباشرة أودعها في الشباك بتسديدة قوية. يستغل دائما الحارس أليسون بيكر سرعة محمد صلاح فأرسل له هذه الكرة، وبخطأ من هذا المدافع جعل صلاح في هذا الانفراد أمام الحارس إدرسون ليودع الكرة في الشباك. تمريرة خرافية حقا. استلم هذا اللاعب الكرة فلم يجد أحدا فقرر إعطائها بالكعب إلى زميله الذي كان بجانبه ليقوم الأخير بلمسة واحدة بإيداعها هدفا رائعا على يمين حارس المرمى. يتقدم محمد صلاح وبوجه قدمه يرسل هذه الكرة إلى ساديو ماني الذي كان بانفراد تام أمام الحارس بعد هذه التمريرة الاستثنائية ليودع الكرة هدفا في المرمى. ذكاء عالي من لاعب ريال مدريد والذي تقدم بهذه الكرة ليسحب كل المدافعين، ثم يجعل المرمى خاليا ليعطي كرة بالكعب إلى كريم فيوضعها الأخير هدفا في المرمى. هذه الكرة لا يمكن توقعها، فتابعوا هذه اللمسة من لاعب تشيلسي إلى زميله الذي أودع الكرة من لمسة واحدة هو الآخر في الشباك. لنستمتع بهذه التمريرة إلى جواو فيليكس والذي مباشرة ومن لمسة واحدة أودع الكرة في المرمى. ركزوا على جمال هذه التمريرة الاستثنائية. لنتابع هنا كيفين دي بروين وقدمه الرائعة وكيف قدم أسيست إلى اللاعب إيرلينغ هالاند الذي تقدم بهذا الانفراد ومباشرة أودع الكرة في الشباك. هنا اللاعب ألفونسو ديفيز يراوغ لاعبي برشلونة بشكل إبداعي ويتخطى لاعبا تلو الآخر ليتقدم بسرعته بهذا الشكل ويتخطى اللاعب سيميدو، وبهذه الطريقة يتقدم ويرسل هذه الكرة إلى زميله الذي أودعها في المرمى مباشرة. لنستمتع بهذه الكرة في وجه القدم من مودريتش إلى رودريجو والذي أودع الكرة في الشباك بوقت حساس. كرة إبداعية حقا. يتقدم اللاعب سونغ ويجعل خصمه خلفه بعد استلامه الكرة بهذا الشكل، وبعد ذلك إلى داخل منطقة الجزاء يمرر هذه الكرة إلى هاري كين والذي أودعها من لمسة واحدة في المرمى. يتقدم هنا اللاعب ساني بعد أن استلم كرة من زميله في منتصف الملعب تقريبا وجعل كل المدافعين يحيطون به ويقوم بمراوغتهم واحدا تلو الآخر، ثم أسيست إلى اللاعب أغويرو الذي لم يفشل بوضع الكرة في المرمى. هدف رائع ومميز من بدايته إلى نهايته. لنستمتع بفيرمينيو هنا وكيف استلم الكرة ثم بالكعب مررها لمحمد صلاح أمام أعين المدافعين
والذي تقدم وأودع الكرة في الشباك. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.